ما مشيت لا انا لا راجلي لا والو، مشى ولدي ونسيبي، ما مشى حتى واحد وما سينا حتى واحد، وما خرجوش الحالة المدنية من الدار. سمعتي شي حاجة؟ ما خارجة من عندنا، ما مسيني حتى ورقة. كان شي زوير الله أعلم، ما احنا ما مسيني حتى ورقة. حتى واحد لا بوليس حتى حاجة. ملي بغا يدخل الصندوق للدار تعيط لي دخل الصندوق، دخل الصندوق وشوف شنو فيه. ملي الحق عيط قال لي لا، إلا مشيتي قال لي تحل الصندوق نتابعك. انا كنحس قلبي راه بنتي باقا 40 عام وانا كنقاص، ماذا حسب القلب عندي ونخدم عندي كل شيء، وقبلت دوك الناس ما خليت سويسي ما خليت اخوت. انا ما شفني الصندوق اشنو فيه، انا قلبي حاس بنتي مش كانش الصندوق، اشنو في الصندوق الله اعلم. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، لازلنا في الموضوع لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو، اختفاء أسماء، أسماء اللي تزوجت بأردني، قال حادثة سير جابوها لهم في صندوق، علامة استفهام في الملف كما تبعتوا في السابق، أول ظهور الأم ديال أسماء، الله يسمح لنا من الوالدين، غادي نشوف معها الموضوع. الوالدة لاباس؟ لاباس. غادي تعاودي ليا من الاول، هاد البنيه كيفاش كبرت وكيفاش تزوجت؟ اسماء اللي دابا انت مازال ما فهمتيش واش هي ميته ولا حيه، عاودي ليا كيفاش تزوجت بهذا السيد؟ دابا بنتي انا مشيت لبلجيكا، السيد تلاقى بها جاوب بها. ايوا واحد بقى طولت مع هذاك ولا دار الوليدات ثلاثه الوليدات، داها الاردن عمره ما عيدت مع هذاك العيد، عيدته معاه. ملي داها كان اليوم الغدا اليوم غدا نهار داز العيد. عسبي ثلاث ايام عيط لينا وقيد الله داوي معايا بالجمعة، الله داوي مع النهار كامل هو كتهضر معايا، والغد لي مني مع الفجر عيط لينا قالك راني خوه، قالك انا خوه اسمات العائلة عواد كلها توفات المرأة والولاد. شوية قال لينا عيط قالك امنة ماتت. من بعد ليه الراجل غيب انا طاح، بقى راجل اختي كتحاول ما قول لي اشنو كان شنو كان، تقول لي لا اسماء ماتت والولد مات. هي اول مره كتمشي مع الاردن في هذاك هذاك النهار ذاك العيد؟ كانت مع عمرها عيدت مع العيد كبير عاد كتمشي وكتجي، وهذا العيد داها هي باغا تجي مجدين باش تجي تعيد معانا. عتعيط لي قالت لي سمح لي راه وراك عليا باش نمشي مع الاردن، هو اللي كيسوق هو اللي بغينا نخرجوا هو اللي كيدينا هو كل شيء، كنا غادي للحمام ولا شي بلاصه اي هو اللي كيدينا، هي عمرها ما ساكت. كي داير العلاقه ديالها معاه؟ كي داير علاقته معاه؟ العلم والله تنقول ما تقول لي عليه والو، ما انا ما عمري سمعت عليه شي حاجه ولا قالوا عليه شي حاجه. صافي السيد عاد عيط لينا قال لك السيده راه توفات، توفات هي الاولى. نوبه يقول لك هل لحقت السبيطار وما داروش الخدمه ديالهم. الخطر الثاني يقول لك لا راه الولد هو الاخر، شويه تقول لك راه الولد تفرق لي الراس حق تقطع لي العنق حق راه اللقمه ديال العيش خرجت لي من فمو. بنتي تيقول لك راه تفصلت راسها راه قالت لك سوعب تنقطع في الحديد باش جبدوها. وشنو خاطر الاخر قلت له هاد الخياطه مالاش لاش دار يقول حنا احنا عندنا باش يحبسوا الدم. شويه قلت طلع لي واحد من القنطره من الفوق، شو قلت له واحد واقف تدراج خرج فيا في الجن جا من جهه ثانيه وضربها. وهاديك السيده ماشي ما عندها حتى معلقه مع دوك الناس باش غادي يجي يضرب هاد السيد. الراجل ديالك دابا اللي هو الاب ديالها عيان مسكين، هو المعلومات اللي كنا سمعنا في الفيديو السابق لا مع البنيه ديالك ولا مع المحاميه، قالت لك بالله هو مشى للمطار معاهم مع داك لومبيلونسي اللي قال لهم ما شفتو الجوتا ما شفتو البنيه. راجلي ما مشاش، ما مشيت لا انا لا راجلي لا والو، مشى ولدي ونسيبي، ما مشى حتى واحد وما سينا حتى واحد، وما خرجوش الحاله المدنيه من الدار. سمعتي شي حاجه؟ ما خارجه من عندنا، ما مسينين حتى ورقه. كان شي زوير الله اعلم، احنا ما مسينين حتى ورقه وما جا عندنا حتى واحد لا من القانون ولا حتى واحد لا بوليس حتى حاجه. ملي بغا يدخل الصندوق للدار تعيط لي دخل الصندوق دخل الصندوق وشوف شنو فيه. ملي الحق عيط قال لي لا، الا مشيتي قال لي تحل الصندوق نتابعك. لا شكون هو اللي قال لي حل الصندوق؟ شكون اللي قال حل الصندوق؟ هو كان يقول لي حل الصندوق، ملي دخل عندي الصندوق قال لي حليتي غادي تتابعي على الصندوق. وخفتوا نتوما؟ اي خفت. ايوا كون معايا القانون غنحلو، مني بوحدي ما غنقدرش ولدي نحل الصندوق.
باش ندخلوا للدار وحلي ما يمكنش. قال لي لا وما حطوش عندي في الدار ما حطوش. هذا في المقبره. واخا هذه القضيه ديال قال لك يقول لك في الاول حلي الصندوق فين قالها لك؟ فين في المقبره؟ لا نسيبي كيقول لي في التليفون. وتيقول لي شوف دفني حدا جدا. دفني حدا جدا على امي انا، دفني حدا جدا راه طالباني ندفن على جدا. باش جاوبتوني قلت له واش بنتي عا المرة بغات تموت تدفني حدا جدا؟ إذا بنتي ماتش في البلاصة. قال لي لا بنتك ماتش في البلاصة. تفرت راسها تهرس رجم عليها في الكيس كحال، ركابي تقطعوا، اليدين تقطعوا، صدر تحل. قلت لها ولات في مكزارة ما بقاتش في أكسيدة. ومني عيطت بنتي ملي دوا مع بنتي دوا قالت لي بنتي قال لي ماني صادر قال لها 7 المليون طلب لي 7 المليون نقص راجل اختي قال لي شوف ما تضرنيش في هذيك البنت 20 مليون نعطيها لك عصافة السيدة. شو يطفع علينا تليفون طفع علينا تليفون صافي حبس عملت لاش هدار معانا سانسوني وسانسوني العائلة كلشي الدار عامرة ما كازيتلاش بغا يجاوبنا. بعد الحين عاد دوا دوا معايا واحد صاحبه قال لي انا مجدي قال لي انا مش دايره في السبيطار ناحس. قلت له قولي صيفط لي البنت بلا ما غادي نلقاك راه واخا دفنت ما نجيبوها. هو يتقعد يهضر معايا كان قال لك في السبيطار في غيبوبه حتى هو اللي هضر معايا. قال لك من داك انا غنصاوب القانون داكشي نصيفطها. قالنا لي الباسبور قالك توظف في البحر كاين شي بحر بالليل. دابا هي دفنت بالصندوق. الصندوق مدفونه انا مدفونه بالصندوق. الاجراءات هادو كيفاش ما فهمت والو انا تنتي ما فهمتي حتى انا جيت كنقلب الاوراق اللي ديت لي الوقت يقول لي السير ما فيه حتى حاجه. كنقول لك سيدي قولي ما كاين لك سيدي لا حتى حاجه. ملي تندي الطونوبيل نوري للناس الطونوبيل كندور كلشي يقول لي انا حماقه اللي نوري تقول لي خبرتي هادي راه ما كان لك سيدي ما فيها لا دم في الطونوبيل لا وشنو فيها الرشان من برا طون فيها الرشان. شكون اللي كيقول لك هادشي؟ وانا كنشوف بعيني انا كنشوف الكسيده انا كنت عايشه في الدار البيضاء 40 عام ولا اكثر انا كنشوف كسيده اش كيوقع تنشوف الواحد ديالك كانت كسيده في الطونوبيل راه غادي تفرشخ ويكون الدم لداخل وتكون البلاصه ديالي هي في الدم ويكون فيها داك الشيء ما كاين حتى حاجه الكوسان نقي ولا الدم مرشوش من برا في الطونوبيل باش يقول لي بنتك ميتة بالكسيده امن بنتي ما ميتاش. دابا انت كتحسي بها هي؟ انا كنحس بنتي ما ميتاش بالكسيده ما ميتاش ومنعني من البنات ما نشوفهمش هذوك الناس هي خدام وانا كنربيهم قلبوا الطبعات ديال الماطر كتجيبهم من قادك باقا دم تيسير تجي تحط دوك البنات انا كنربيهم ليها وكتمشي هي تخدم ودابا منعني منهم ما يمكنش يمنعني من البنات ما خصوش يمنعني من البنات مرتي بدا هضر تيدير وحده هنا وحده هنا هو تيجي وسط منهم وتيسمع لا فوت البنات فشي كلمه من جات داك شعبان اللي من غير اللي داز عيط البنت دواس معايا دواس معت هو قالت لها بابا قال لها راجل انا ما كنجبدوش قال لها فين قالت لي في الكوزينه قالت لي سني سني غنقول لك تبتي قولي قولي قالت لي سلمي لي على ماما راه جبدوا الفيديو تسمعوا سلمي لي على ماما قلت واش ماماك ماتت قالت لي لا قلت لها شتيها قالت لي ما شفتش قلت لها كسيده قالت لي ما درناش كسيده البنت الكبيره وانا قلبي حاس بنتي باقا تسم الا ما كانش قالت على بنتي تسم ما كاينش كسيده عطاني 20 يوم اسيدي عطاني 20 يوم قال لي عطاني 15 يوم قال لي دفني الصندوق وانا غنجيب البنات ونجي قعد قاد الوراق ونقاد المسائل كلها وغنجي عندك ما جاب لي اوراق ما جاب لي مسائل كانت 20 يوم عيط لي راه كلشي مسجل قال لي غنصيفطك 1000 درهم بغي نقبر ودير صداقه انا عندي راجلي مريض راه عندي الصمات ديتو لدار الاسلام ما خليت بيته بلاص مريض عنده شي حاجه في قلب عنده العروق وداك الشيء وكان جاري ونجاري به هو تعيط ليا ملي ما بغاش قالت لي بنتي زيد حنا في بار برا نعشوا خلينا نجي نمشيو ولات عيط نسيب اخر قال لي ندير ان شاء الله على بنتها نترك الانف على بنتي هذيك والله ندخل الحبس والله ان شاء الله على بنتها تعيش في صناقي يا سيدي ولا كيهددنا حنا يهدد بنتي هنا مجوجه حيت بنتي ملي دوات قالت لي قتلتي اختي كيهددها يعني ماشي تيدوي على بناته تيدوي على كيدوي على خواتات اسماء على خواتات اسماء ومني قالت لي ملي جيت قلت لي عطيني ما بغيت من هاد السيد حتى حاجه عطيني على الوراق ديال الكوسطه عطيني التقارير ديال الطبيب عطيني كوسطة ديال البوليس ما عطاني حتى حاجه ما بغاش يعطيني انا تما طالبه لا طمع لا فلوس والو باغا بنتي صافي انا باغا منو حتى حاجه عندك 200 مليون حاطه مرتي باغا تشري بها دار جيت المطار وعندك 50 مليون ديال الذهب جيبها ليا 50 مليون غتجيب ليا 50 مليون هادو تصيفطيهم ليا وراه حداك الناس تما غندير لك 7 المحاميين ونكتب لهم الوكيل وغادي يبيعوا فيك ويشريوا وهاد 200 مليون وهاد الشيء انت عندك هاد الفلوس تاع بنتك ومنين اسيدي جاتني باينه عليا منين جابوا هاد الهضره هادي وقال
وقال لي الدماغ ديالو، قالك داكشي الدار اللي انا باركه فيها غادي تشوفوا الورقه في سميه راجلي، قال لي الدار ديال مرتي تبيعها وصيفط لي الفلوس ديالها، تبيع الاراضي اللي عندك وصيفط لي الفلوس. قلت له ودي سير حتى انا ما باغي منك حتى حاجه، جيب لي يا بنتي وجيب القانون وبرك على الطابل. قال لي بغيتي تقتليني انت عندك واش تقتليني؟ قلت لي شوف ما تجيش عندي، جي المطار وجيب معاك البوليس ونبركوا على برا. لا عطاك القانون دي ما عطاكش، انا ما باغا منك حتى حاجه، بغا بنتي. كاين شي حاجه ديال الورق ديال القانون ديالك شي كسيده عطيها لينا باش نهضروا. راه انا راه بنتي، انا راه تمحنت عليها 40 عام وانا كنقاص، ماذا حسب الخال بعدي ونخدم هذا كل شيء. ما كبرت هذوك الناس، ما خليت سويسي، ما خليت اخوت، وانا تكبرت هذوك الناس اللي كبرتهم. واش اعتدت بالقتل؟ وانا تمشيت للوزاره الخارجيه هذا قلت لي، قلت للسيد ومشيت للكوميسري قلت له ودي، راه قال لي قال لي واش كاين حنا ناس على ذاك اللي جي واحد اجنبي قتل بنت بلادنا. عاد ارتاحت شويه، الناس كتبان تنعسوني كنت بتفقه. قال لي ما سكتي صافي غادي يفضيك. هو اي هو اللي قال لي انا ما مشيت، مشيت على السيد وزير الخارجيه في باب الحد وقال لي شوفي، قال لي ما تيناش خافي من حاجه كثير راهي كهدرني. قال لي وحنا ناعسي لبلادنا فاش القانون؟ ان شاء الله القانون غادي ياخذ المجرى ديالو. معاك الاستاذه زينب متبعه الملف وحنا معاك امي، حتى حنا غنوصلوا نوصلوا. كاين تبارك الله ما تنسيش راه كاينين خواتها حتى هما الناس اللي في الجاليه المغربيه كلهم مغاربه، وحنا ما كيهمنا هو الحق، هادشي اللي بغينا. الله يفرج عليك يا ربي، الله يفرج عليك يا ربي، وتوصلي انك تشوفي ان شاء الله داك الصندوق واش هي ولا لا. انا ما جبني الصندوق اشنو فيه؟ انا قلبي حاس بنتي ما كاينش الصندوق، اشنو في الصندوق الله اعلم. الله يفرج. داو لي اربعه الاولاد البنت ولادها ثلاثة، الناس كتبكي على قبرنا كباك على أربعة خبورة، دبا مرا دارنا مرات رجع عندي من النهار مات شحال قد دواسة ديال الطب، ما خليت ديال العاصة ما خليت الطب ديال القلب، لأن لبا راه سير شوبا والله إلا راه فقنا في ليل ونهار. دوقبتنا ديك البنت، دوقبتنا ديك البنت، شي السيد جا عندنا وعرس بلاد من خلوني نخرج، عرف الروضة سميتها يدور وسول تدى معلومات ودار ما بغى. الله يفرج عليك يا ربي، وان شاء الله كاين القانون في البلاد. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، الام صراحه عطاتنا الكنز من الملف، مجموعه من النقط جوهريه في الموضوع، وهي بطبيعه الحال استاذه زينب خيار محاميه بهيئه الدار البيضاء على تتبع بدقه لحيثيات هذه القضيه، وكذلك مشكور السيد الوكيل العام اللي تفاعل مع الملف بناء على الطلب كذلك اللي تقدمت به الاستاذه زينب. مشاهدينا الكرام، الام الله يسمح لنا من الوالدين، الاحساس ديالها كيقول لها باقا البنت عايشه، وكتقول في حاله اذا كان العكس اعطيني ما يفيد ليطمئن قلبي. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف ديال الاسماء اللي هي موضوع النقاش، واش هي ميته ولا حيه، وكذلك المؤسسات كل ما له صله في الاطار القانوني ديال التتبع ديال هذه القضيه لتنور الرأي العام أكثر في الموضوع ولتبيان الحقيقة. نحن على تتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.